ومعنا هاتفيا من عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل. مرحبا بك يا سيد عبد القادر. نبدأ من تقرير وكالة الصحافة الفرنسية التي أكدت أن الفساد في العراق أضاع 312 مليار دولار من عائدات النفط. كيف ترى أداء الحكومة في بغداد وسط هذه التقارير؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المؤكد تماما أن الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الفساد الكبير والهائل الذي حقيقة أثبت العالم اليوم بوقائع وبأدلة عن اختلاسات مئات الملايين من الدولارات لصالح هؤلاء الفاسدون. وبالتالي هذا الرقم الذي ذكرته الصحافة الفرنسية هو يعني بحجم قليل، لكن هذا ما يتوفر لديهم من وثائق بطريقة مسؤولية عليهم تقع عندما يذكرون هكذا أرقام، فإن الأرقام أعلى. وبالتالي فإن الحكومة تتحمل كافة المسؤولية عن هذه الأموال، لا سيما أن الأداء الحكومي لا زال يحمي الفاسدون، ولا زال هذا الأداء حقيقة هو الذي يشرع القوانين من ضمنها قوانين العفو الخاص بسراق المال العام. وبالتالي رأيتم كيف يكون الأداء عندما يتم القبض على الأطراف الحكومية التي اختلست أموال العراقيين، الذي عادت إلى العراقيين بالفقر والفشل وسوء الخدمات. كل هذه حقيقة تؤكد على أن إطلاق سراح هؤلاء الفاسدون أن الفساد برعاية حكومية في بغداد، وبالتالي هي لم تقدم شيئا من أجل مكافحة الفساد، بل بالعكس كرمت هؤلاء الفاسدون. ورأيتم ماذا فعل بوزير التجارة عبد الفلاح السوداني وغيره من سراق المال العام. لذلك فإن حكومات حزب الدعوة المتعاقبة على العراق وعلى خلال هذه الفترة هي التي تشرع الفساد وهي التي تحميه وهي التي تستفاد منه ماليا من خلال هذه السرقات. في البصرة حملت الشهادات العليا طالبوا باستحقاقهم من التعيينات. عدم تعيين هذه الكفاءات ألا يعد هدرا آخر لموارد العراق؟ بالتأكيد هذا هدر كبير للموارد البشرية في كل دول العالم. حملت الشهادات العليا هو كنز للحكومة وكنز للدولة وكنز للشعب وكنز حقيقي للبلد، وبالتالي هذا الكنز يباع، يعني تتعمد الحكومة إضاعته في العراق، وبالتالي هو هدر للموارد البشرية المهمة التي من خلالها يتم تعزيز بناء المؤسسات الحقيقية في العراق التي من شأنها تعزز وجود العراق في دولة حقيقية. وبالتالي عملية عدم تعيينهم وتعمد حكومي آخر لأنهم يريدون حقيقة الدفع لهذه الكفاءات بالهجرة خارج العراق، وقد رأينا أنه كيف يستقبل العراقيون في خارج العراق من حضر الشهادات العليا، فهم معززون مكرمون لأنهم علماء بالحق ولأن دراستهم حقيقية، وكل العالم حقيقة تبحث عن الكوادر العليا من أجل تعزيز مؤسسات الدولة ومن أجل التنمية البشرية الحقيقية فيها إلا في العراق، لأن هذه الحكومات حقيقة هي تتعمد إيذاء العراقيين وتتعمد إنهاء الدولة العراقية بالكامل، لأنها لا تريد تعزيز مفهوم بناء مؤسسات الدولة، ولا يمكن لها أن تبحث عن واقع لحملة الشهادات العليا، بل هي بالعكس تبحث عن تجهيل الشعب العراقي. فلذلك حقيقة هو ليس فقط هدر، هو جريمة ترتكبها الحكومة بحق خريجي أو حملة الشهادات العليا. إغلاق المؤسسات الحكومية كما حصل في منطقة الإفضالية ببغداد، برأيك هل يمكن أن يتطور في الأيام المقبلة عبر هذه التظاهرات؟ وما سبل التصعيد المطروحة أمام تجاهل الحكومة في بغداد هذه المطالب؟ الخدمات واجب حكومي لأنها حقيقة تمثل الحق المشروع للشعب من أجل توفير هذه الخدمات. وبالتالي عندما تتعمد الحكومة إهمال ملف المتظاهرين وبالتالي عدم تلبيتهم، اليوم الدول العالم تتقدم في أشياء كبيرة ولا زال الشعب العراقي يطالب في خدمات من تعبيد الطرق أو تصليح المجاري. على هذا الأساس فإنه هذا يعكس واقع الحال إذا كانت العاصمة العراقية بغداد تعيش هكذا، فكيف بالمحافظات الأخرى؟ وكيف هو الفشل الحكومي؟ لا سيما اليوم بدأت المواطنون والمحافظات يصورون الحقيقة حجر الأساس لمشاريع، وبالتالي فقط على الأرض موجودة ولا وجود لها، فقط حجر الأساس والإعلان عنها. يؤكد الفساد الكبير أن العراق يتأخر كثيرا. هذه التظاهرات هي بأيدي هؤلاء المتظاهرون،
ان حقيقه ان اصروا على القضيه، فبالتالي القضيه ستتطور اكثر، وبالتالي ستشجع بقيه المناطق التي ايضا تعاني من اهمال كبير تماما في العاصمه بغداد كالاعظميه وغيرها ان تخرج، لان الواقع المأساوي شديد تماما. وبالتالي نتوقع ان تزداد هذه وتيره التظاهرات، لان الحكومه ليس بيدها حل، وبالتالي هؤلاء الناس سئموا من ما تفعله الحكومه بهم ومن هدر لاموالهم ولحقوقهم وللخدمات التي يعيشونها. شكرا جزيلا لك من عمان الشط السياسي عبد القادر النايل.